ابوك واقف برا. كانت حياتي كلها حد ما رجعوني هنا عشان اتم قرايتي. انت اسال نفسك وانت اسال، هل احنا موجودين هنا عشان نسرح شعرنا؟ لا، احنا موجودين هنا لمهام ارفع بك. سر يا مان، تعال تعال العب معنا. يلا بهدلت بيتك كله، دخلت السجن. الكلام ده جبته من وين؟ القرآن؟ ماما أنا إيمان، أنا بضرب لك عشان أقول لك أنا في سوريا. أرجوكي ما تخافي، أنا في المكان المفروض أكون فيه من زمان. أنا آسفة. لقيت شغل الليلة؟ ما داير اخسرك تاني بسبب الحرب. كل زول فيكم مشغول في الواتساب وتويتر، لكن ما في زول فينا قاعد يفكر في دينه. ممكن تقدر توريه كلمة في الكتاب ده؟ خليك تمشي تكاتل الناس. انتوا قرآنكم ده براكم وقرآننا برانا، ولا هو كتاب الله ده؟ ما تخاف يا إيمان، أنا ما حسيبك. انت عقيدتك اتهزت ولا شنو؟ ماما انا ما عارفه اللي عملته صح ولا غلط، انا خايفه. انا موضوع المزيكا ده خلاص بالنسبه لي، انا عندي حاجات اهم بكثير قاعد اعمل فيها. They're brainwashing you. ده ما انت يا هيما. دعوة ربنا للناس الجهال مدفوعة بأسبابها، لكن تعمير الحياة وحب الحياة، الحياة قيم. القرآن مليء بها، ليه تأخذ ده وتسيب ده؟